هلا انا عندي مدرسه، شو رايكم نشغل لكم انسه ام حد عم لازم هو يكون موجود هون. بعرفه صح، لان احنا جايين ندرس عنده. اول شغله بدنا ناخذها اليوم واللي هي درس الاحياء. مكان يا ريما، لازم نمشي المكان. ايش ممكن يعمل فينا حاجة؟ انا حياتي جديدة صار. اوف يا الله يا ديدا، سفينا هلأ بالشارع، ضروري كان نطلع من بيتنا يا الله. من الراجل اللي قال لنا هأجر لكم بيت هنا طلع بيضحك علينا. شايفة؟ طب كيف شو بدنا نعمل هلأ؟ نحنا يا جماعة دورنا أنا ودينا كل الوقت على بيت لحتى نستأجره، وبس لقينا بيت واعتمدنا وخلص بطلنا نشوف بيوت، الرجال بطل يعطينا هالبيت وصفينا أنا ودينا بالشارع لأنه بيتنا بعناه. فشو بدنا نعمل يا ديدا؟ مش عارفة نعمل ايه دلوقتي، هنبت في الشارع شكلنا. لا لا طولي بالك، ما رح نضل بالشارع. شو بدنا نعمل؟ طب في سيارة يا استاذ. مرحبا بونسوار. ليك اذا بتريد يا عمو، نحن جداد، يعني نحن كنا ساكنين بهالمدينه قبل يا عمو، بس الفكره انه نحن يعني ما كنا عم ندور على بيت وما عم نلاقي، كنا ساكنين بغير طرف من المدينه واجينا حبينا ننقل لهالطرف، بس ما عندكم بيوت للاجار وعن جد نحن ما لنا عارفين شو بدنا نعمل. حتى بديتها في العربيه فيش مشكله. انا يمكن احسن ساعدكم، عندي بيت حلو للأجار، بس هو مو بيت، هو مثل سيارة بس مفروشة من الأجار. حلوة شي بليز يا عمو، لأنه نحن رح ننام على محطة الباص. لا خلص أنا حساعدكم، ركبوا معي بالسيارة. هنعمل ايه طيب؟ انتي جاي تقولي بعد ما ركبنا طب ننزل طيب ولا ايه؟ لك المشكلة انه هو عم يقول بيقدر يساعدنا بس انا ماني مرتاحت له، شلون يعني بده يقلنا بيت وسيارة ومدري شو دي؟ فكري بالموضوع. يلا وصلنا. يلا يلا يا عمو يلا جايين. طب هذا هو البيت. ده بجد بيتكلم جد ده ولا ايه؟ فوتوا شوفوا كثير حلو هون، في عندكم الشميلية للشوي، فوتوا لجوا. واو يا الله، واو شو حلو. بيت لحظة شوي، يعني نحن فينا نطلع بهالبيت، فينا نطلع يعني عادي نسوق السيارة ويضل بيتنا معنا. لا ده واقف، هو فيش عربية من برا يعني. لا في ليكي دوريب ديدا. ايوه بس دوريب، هو احنا عندنا عربية، انت كمان هي اللي شدها يعني ولا ايه؟ ما عندناش عربية. طب شو بدنا نعمل؟ ما انا قلت لك بيت وسيارة بنفس ديدا. جايني خطة، فينا نسرق البيت منه بما انه سيارة ونهرب. شو رأيك؟ من أولها لا بالجريمة. عمو لو سمحت. شو عم تحكوا؟ بص اديك فلوس كام، عايز فلوس كام ناخده ببلاش؟ طيب ممكن؟ احنا بلاش ممكن؟ شلون يعني ببلاش؟ شو بلاش ما بلاش؟ لا عم ديدا شبك؟ هنشتغل عندك طيب اي حاجه عن جد اي شيء بليز يا عمو، والله بس هالليله مر لنا اياه وشغلنا باللي بدك اياه. طيب هلا انا عندي مدرسه، شو رايكم شغلكم انسه انسات عنا؟ واو انسات عنا حلو انسات، فتشتغلوا عنا. ريما تعرف تشرح يا ريما؟ والله ليكو رياضيات ما بقرب، غير هيك بقدر اشرح. بص انا ولا اي حاجه بس اقدر اشرح مش مشكله. انا فيني ليك، انت فيك تعمل لغه جديده بالمدرسه وانا رح اعلم روسي. اوكي ليلى حلو. انا حلو كومباز. يلا قلت شو بدك تدرسي؟ كومباز. حلو
ممتاز. طب يلا تعالوا اول شغله. خلص يا عمو شكرا كثير لك، معناه نحن رح نشتغل انساد بالمدرسه تبعك. يلا خلينا باي باي باي. شو هون ياخذ منا مصاري؟ لا 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 ما هو بده ياخذ مصاري. ريما خذي بسرعه. يلا 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 يلا. لا شويه مصاري اذا بدكم انتوا. اوه ليش قاعد تستريح؟ ما بدي. خذي يا ريما. يا صبايا شويه مصاري هون اذا بدكم شيء وانا حاطلع. اوكي اوكي شكرا كثير لك يا عمو يا حباب عن جد شكرا. يلا شكرا. ها لا تخربوا البيت. لا لا وعد ما رح نخرب. طب ينفع نخرب الفلوس ناخذها يعني ولا ايه؟ با هي شغله بيت مصاري. اوه غسل ايدي من الكورونا لانه جايين من الشارع. غسل ايديك يا ربروب. غسل ايديك يا ربروب. ابعت لها مع السلامه عمو انت قاعد ليه؟ عيب عن جد عيب على فكره. انت ما عاد صبايا معك بالبيت. لا لا شو طيب يلا باي. شيء رقم 100 ما بدنا. خلص باي لك يا اخي روح بروح لك المدرسه ما بزهقناش. يلا عن جد باي. يلا دندان ديروا بالكم على الفرش. ايه بقول لك انا هف... بل... واو ديدا شوفي واو ديدا كيف هي مصاري. استني اوه جامده بصي واو يا بدي انا. طب ديدا ديدا ليك إيه؟ طب نحن ليش لحتى نشتغل اساسا طالما في مصاري وفي بيت؟ ليه نروح ريما. نشتغل بمدرسة؟ اه صح طيب ماشي فلوس دي امانه ما ينفعش. ايه عشت تهزي فيهم بالامانه تبعي. والله رح نام على هالتختي. يلا سليم انا والمصاري تبعوتي رح نام. رح ضل معانا المصاري ونامي يا ديدا. بس يلا يا سلام. واو ليكن انا مكيفين يا جماعه. بيت ببلاش ومصاري بالخزنه واو. طيب شو بدنا نعمل الصبح ديدا؟ معقول عن جد نروح ندرس بالمدرسه بعدين؟ ايش جمباز يا ديدا جمباز؟ يعني انت وشك وش جمباز؟ انا ما بعرفش بتعب اصلا من المشي. هعمل كومباز عن جد والله. يعني عن جد انا ما بعرف انا عم رشش بالمصاري. خلص يلا عنهم عنهم ديدا. يلا بينا ديدا نامي. مش يلا ما تشخري وما تدفشي اوكي ولا اي حاجه. الظروف الظروف حطتنا بتخت واحد لا شخير ولا تدفيش. بقول لك انت زهقانه انا مع الكهرباء. يلا صباح الخير. ايه منيح تركت لك التخت. يلا تصبحي على خير. باي. 6 hours later. صباح الخير يا جماعة. ديدا 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 وين ديدا وين ديدا؟ هي نايمة عن جد على الكنباية. كل المخلوقة شكلها عن جد نايمة على الكنباية. دندش. هاي صباح الخير. ضهرك وجعك. ايوه طب سوري والله مو انا سوري. يعني انت اللي رحتي نمتي انت بتدفشي بالليل. اطمن على المصاري اطمن على المصاري. النهارده على فكره هتنامي على الكنبه ماشي وانا هنام على السرير. لا والله لا يا حياتي. يلا هتحمم يا جماعه. لا 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 والله المي كانه ما اتقى. ما بعرف ديدا شو عم تعملي هون. ديدا يعب الشوم عليك يا ديدا يعب الشوم. يعب الشوم. طب ليش لا ما بدي اتحمم بدي فوت على التواليت. كمان مش عارفه تعملي ايه. خش بدك انت عايزه اخش الحمام بقى خلص ارجع اتحمم بليز. يعني ماما مش عارفه اتحمم وهي جديده ما بتخلص تطلع تطلع تطلع. شو خلص خلصت؟ يلا مش خش خد دش. اخذ موزه انا جوعانه لانه حاكل موزه. حضري لي فطار لو سمحت. فطور في موزه وفي تفاحه كليهم خلص بكفي. شو يلا انا بتعرفي شو انا رح اروح اسبوع جديد وانا اسبق ريما. يلا يلا على السريع دندش. يلا على الشغل على الشغل. جرب مكان المدرسه. لا والله تاخرنا تاخرنا اجري بسرعه. لا ولو بسم الله وين وين ديدا 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 استني 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 مو لازم هو يكون موجود هون. مش عارفه صح لان احنا جايين ندرس عنده. ممكن يسيب لهم خبر اللي احنا هنكون موجودين. اه طب لحظه شوي كيف بدنا ناخذ الوظيفه؟ صرت المدرسه منين؟ اهو تعالي هنا. اه اخذتها ممتاز. طب يلا يلا وين بدنا نروح؟ وين وين؟ اوه بيانو واو واو لا 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 لا
عزفي سمعتي رح اجرب هاي يلا انا وياكي وانا اعمل لك هي يلا يلا ترلا لا 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 غني لك مثل اوكي يلا يلا 1 2 3 لا 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 تعالوا ديدا ديدا رح نتقلع بتعرفي لازم نحن ندرس الطلاب واو فيني ارسم استنى رح اكتب تي تكتب عليا شو دندش؟ دكتوري ايه؟ لا لا ولا شيء انا ما عم بكتب خلص كيف بدي سكر الموضوع هذا بسيبه ماشي هاري ماشي ماشي راح تكيك هاي يا طلاب كيفكن انا المس ريما شو اسمي؟ صباح الخير اهلا مس ريما اوكي طيب ماشي ريما انا كثير منيحه يلا بلا حكي بلا حكي حاوقف هون ليكو أول شغلة بدنا ناخدها اليوم واللي هي درس الأحياء اليوم حصتنا أحياء أوكي علوم جسم الإنسان يتكون من كم عظمة؟ تفضل يا شو اسمك يا صبي؟ أنا اسمي حمودة حمودة طيب يا حمودة كم عظمة يتكون جسم الإنسان؟ من كم عظمة؟ عظمة 2 3 لا إذا بدك تعد يا حمودة غلط هيك جسم الإنسان يتكون من 42 عظمة أوكي؟ ديدا؟ 42 نعم ما تقلجي للطلاب شغلات بشعة أوكي؟ شيل البرجر من إيدك لأنه أنت عم تعطي مجال للطلاب يتصرف طريقة غلط أوكي؟ ديدا أنت بتشرح لهم غلط أساساً في حد يشرح كده خذي الآيباد أهو خذي اشرحي منه أيوة يلا دقيقة أنا معي لابتوبي خلص يعني هاي اللابتوبي أوكي أوكي يا جماعة الكل مركز على اللوح وأنا رح أقعد أشرح ديدا لو سمحتي عدي مطرحك طيب هاستنك بر يلا يلا طيب يا طلاب قلنا جسم الإنسان يتكون من 42 عظمة طيب شو الفيتامين اللي بتعطينا إياه الشمس للجسم مين بيجاوب ديدا بلا رأس ورا أنا تفضلي جاوبي شو هو شو فيتامين شمس بصيبة فيتامين دي نحن بناخذ من الشمس فيتامين دي تعرف رسبك بهاي المرة بس تعرفي لاني اول يوم بيجي بدرسكم ما حرسبك بس بالمرة الجاية اذا بسألك شو الفيتامين اللي بتعطي الشمس وبتقولي غلطة انا شو قلت عم تاكلي شيبس يعني شو عليكي وقحة عن جديدة انا ما عاد بدي درس بها المدرسة انا لميت البيجة ومشيت عن جد انا وقحة يعني كم مرة قلت لها وما مشكلة ما فيني مد ايدي علي خبصها عجنها هلا شو الصوت ديدا يا في حاجة يا في شي ديدا استنى دعين في صوت مثل حد يا يا مامي البنت اللي طلعت تروح الحصة يا ديدا خليها عندي على المشفى مسكينة يا مامي وين المشفى وين كان طريق المشفى تذكريها ديدا من لا لا استني المشفى هون لازم تكون يا البنت اندعست يا مسنتك يا جماعة ساعدونا لا بسرعة شو هاي بوليس شو هاي ليكا لان دخلنا في الأشياء بليس ساعدوني يا دكاترة البنت اندعست بليس بليس او ماي جاد لا ما بدي اتسطح معك هي تعالي بطل تعالي بدي نحط لك الأشياء برضه او استني هاتي البنت ما عملت كده هي جا شلل ايوه استني تعالي يا مامي تعالي اخدها هنا كده جوه يلا نام يلا فوتي اعملي اشعه يا وي ليك اختفت بلعت الاشعه يا جماعه بلعت كلتها ايه خلاص طلعت بس بتاعتي يلا تعالي حبيبتي تعالي اهو جا تعالي ليكي عندها مشكله لك عندها مشكلة بالرئة وعندها مشكلة بالكلاوي وعندها مشكلة بالأمعاء
تعالي انا دكتور كثير. بليز تعالي تعالي لأحملك. هي عم تتحرك جديدة. هي الحمد لله على سلامتك يا بنوتي. طب ايه ده حبيبتي؟ بصي يا جميلة. هاي انت اسمك ايه؟ بدي ماما. شو اسمك انت يا حلوة؟ طب طب تعي منوديكي عند ماما. بس انت شو اسمك؟ انا اسمي سوسو. سوسو اسمك؟ طب تعي 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 بحملك انا بحملك هلا ومنروح لعند الماما. دليني على الطريق اوكي؟ شكرا يا دكاترة، شكرا للمساعدة، شكرا كتير لإلك. شكرا يا جماعة نستفش. باي باي. يلا 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 بليز. ايه ده معقول؟ فكرة انا حاسة انه احنا رح نبلي بهي البنت بتعرفي؟ فين مامتها؟ يلا بسرعة بسرعة يا بنت. هاي السيارة والشاحنة. انتي هون بيتكون؟ ايه هذا هو؟ طب خلص يلا حقتركك. انزلي. انا في حد هنا؟ انزلي يا انسة، في حدا هون. ايه طب وين باب بيتكم؟ تقرجيني بليز. هي امه ركلك فوق. مرحبا خالتو. مرحبا خالة، تتفضلوا وتقولوا لي شو اسمكم وليش بنتي عم قاعدة معكم؟ شو عم تعمل؟ عملت حادثة. لا ما هي عملت حادث. ما حسيتي انه هي تأخرت بالمدرسة اساسا؟ كانت بالمشفى معكم. عفوا يعني بس نحن ساعدنا بنتك عملت حادث سيارة، اخذناها على المشفى وجبنا لك اياها. عمل لك حادث سيارة من المدرسة، دعستها سيارة. ليش عم بتكذبوا؟ ما بدي احكي مع حدا انا. المجنونة دي ولا ايه؟ ايدي ايه يا عديدة؟ يا عجبة لعم شو قلنا وقحة؟ كيف اساسا هي هيك بتعمل؟ يعني كيف؟ يعني فوق ما ساعدنا بنتها؟ امشي مشي لعمها وأوضحها. بنتها اللي متجوزة اللي متجبسة دي متجوزة؟ دي ده شبك عجد انها وقحة. تعي فوتي نسكر الباب. لا بتعرفي شو المصيبة يا حغس الدي؟ انه هي ساكنة مقابلنا بالضبط ليكو بيت ميرفت. يا كل شوية عجد انها تخيلي كل شوية بدها تنطلنا. عجد انها وقحة. اوف يا بتعرفي شو ديدا؟ انا عم فكر اعمل فيها مقلب. شو رأيك؟ ماشي انا معاكي. واو ليكي بس شو ممكن نعمل؟ تعي نفكر انا وياكي بمقلب مرتب ننتقم فيها من الجاره الشريره. انا عندي فكره، انا حاسه تصرفاتها غريبه. ايه رايك نخش بيتها ونتسحب نشوف في ايه؟ تعالي عجبتني الفكره. بالليل واو. اليوم بعد الساعه 12 اتفقنا عشان بكره اجازه. يا سلام. طب يلا 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 يا حرام. ليكو يا جماعه لبست قناع مشان ما تعرفني كلمه البراري. ريما تروح لوحدك. اوه ديدا كمان انتي. بس لك شيني الضم شيني الضم. هتفضحينا هتفضحينا. هتشوف الدنيا ضلمة. ديدا ديدا انتي بتفضحينا. طولي بتعرف مكان. ايه ده في ايه؟ ليش عم تبكي هاي؟ تعي بلاي تعي تعي. اضربها. وينك؟ اضربها يا ريما. وينك؟ يا الام عم تضرب بنتها بالقشاطة. يا لهوي وينك؟ والله قد ما رحتي وتخبيتي للاقيكي. وينك؟ تكره يا ديدا بضل ام شريرة. لازم تساعد البنت منا. لازم نخش البيت دلوقتي. يلا بسرعة 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 بقى انا طلعت من الجهة الثانية. ركض 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 ركض. ديدا اوه ماي جاد. قلتلك في قصة من ورا هاي المخلوقة. هي مجنونة مجنونة. استني لشوف لقدر هكر شي شغلة. استني لأقعد هون. والله انا ما بفهم بهي القصص ما بفهم. طب انا انت عامل ايه؟ استنى افتح اسوء الكتب بركي فيها معلومات. هي اعطوني الكتب عمري اشوف اهو. في اي حاجه يا ريما؟ ده ده في ملفات خطيره. ما عم اقول لك ليك الاخضر والازرق ولا انا كنت اكل بيتزا. يا عامله سريه ولا ايه؟ اعطوني البيتزا انا اكل بيتزا بس قطع 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 قطع. هتبان هتبان يا بنتي. تعالوا خلص ما لازم اكل بيتزا انا بالبنيه. بس قفلت الدنيا خالص. عم تمزحي؟ ما انا ما كنت متوقع انه عنده اساسا طابق تحت. يخرب خزنة مصاري. ديلا كيف بدي افتح الخزنة؟ ما عم تفتح معي. تعي نطلع من هون بسرعة قبل ما تجي. بسرعة 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 بسرعة. اعطيك عربة تيجي. يلا 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 يا ديلا يا ديلا يا ديلا. بلا خبري سريع. دخلت شحطة البيت. ما بعرف. تعي بسرعة. يا شلت الاقنعة ديلا. مصيبة يا ديدا ما بعرف شو بدنا نعمل. لك تخيلي انه كانت عم تضرب بنتها. الله لا يوفقها. كيف عم تضرب بنتها هيك؟ ليكي البنت برا لساتها. اوه خبيت خبيت خبي. ياه لساتها واقفة بالشاطئ برا يا مامي. عن جد ديدا ما معقولة كيف بتضرب بنتها بهي الطريقة؟ انا ما عم بفهم.
الباب بيتقفل. الجرس؟ مش عارفة. نفتح الباب. اوه! جار. مرحبا اهلين. مرحبا. مرحبا انتو جيراننا الجداد صح؟ صح. طيب انا بس يعني هيك تصرفت بطريقه غريبه قبل شوي مشان بنت بس شو رايكم يعني حابه اشكركم لانكم ساعدتوها تعالوا تغدوا عندي اليوم أوكي. يعني انت اقتنعتي ان بنتك دعستها سياره تعالوا تغدوا عندي انا اليوم عم بستناكم عندي على الغداء ولا ردت على سؤال جديده ولا عبرتني شكرا ايوه ما بقول لك بلاش بلاش ليه ما نروح بلاش طب ما سمعت جوابنا اي ولا لا شو حملت حالها مشيت لا هي خاصه ومخلصه بستناكم الساعه 3 ده حددت كمان حاضر حريق اوكي حبيبتي اكيد ها اكيد طب ايه شو الحمد إيه؟ نفوت على البيت مطر الدنيا يخرب بيتها شو بدنا نعمل دنداش فكر نعزل بقى ونخلص والله وانا هيك عم فكر بس عن جد مصيبه ديده يعني شو بدها منا هاي بس حرام البنت الصغيره عايزين نعرف اللي بيحصل والله انا هيك يخلص حد تعال نستريح يعني شوي انا غير هدومنا ايوه ديده انا بدلت هي ثيابي شو رايك اوه حلوين ثيابي فكره بنت حلو قوي طب شو وانت كمان كثير حلو ديده بس نحن هلا لازم نروح لعندها شو بس خلي بالك انا اخذ ده معي احتياطي لا ماشي اوكي يلا أمي نروح يلا تعال هاي شكرا شكرا كلك ذوق شكرا يلا وانا هي قعدت ما تعرفت عليكم انتو شو اسماءكم انا اسمي ريما وهي اسمها ديدا طب خلنا ايه النهاردة قصدي عاملة ايه النهاردة ما وانت ديدا طيب هلا انا يعني اسفه هيك تصرفت معكم قبل شوي بوقاحة بس يعني بتعرفوا امه خايفة على بنتها ايه خلص ولا يهمك ديدا خلص اوكي مرئية طيب. هلا انا حاطه الاغراض والاكل كلهم تحت رح انزل جيبهم من تحت اوكي 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 شكلها طيب ولا ايه والله شكلها طيوبه صح انا مطمنه ريما لا تقولي ها تعي لا اكل موزه انا معلش اكل موزه يلا سكوت موزه انت وياها ايوه اذا مفكرين انه انا غبيه وبينضحك علي فلاح ببعتي لا ليه لا لا ليه شو عملنا لك شو عملنا لك كل شي بعرف انكم فتتوا لعندي على البيت حاولتوا تتجسسوا علي لا احنا مدخلناش استني استني ها 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 عن جد انك بتضحكي عن جد انك بتضحكي شو فكرتيني انه انا خفت عليكي لا 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 ليكي 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 اوه النت لا اقتلكم لا 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 نعمل ايه دلوقتي لا تقتلينا بليز انا كثير مرعوبه منك يعني ديدا لا 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 ديدا وانا كمان خبيت بسيارة وين تبعون انا رحت شوف بنتي صغيرة خليت تجري وراك ريما انا شوف بنتي صغيرة طب يلا يلا حجيبها 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 هي يا هبلة يا مدام ميرفت لا 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 ايه هي هبلة شكلها تعالي لهون شفتك ايه يلا تعالي 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 الحقني تعالي تعالي لا 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 ليك حمارة بتعرف تتقوس ولا لا قلقتك مامي ديدا شوفي تعالي تعالي بسرعة تعالي بسرعة يلا جاي 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 شوفي لقيت ايه شوفي بصي بصي شو البنت الصغيرة ليش هون حبيبتي تعالي 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 معي بليز هربيها هربيها بليز تعالي معي يلا يلا ديدا بسرعة 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 بنتي وين اخذين بنتي انت وياها واقفين هلا صارت بنتك تسكتيها يا حيوانة يا حقيرة الله لا يوفقك وقت اللي كنتي عم تضربيها وين كنتي كنتي يما ماشي والله اشكيكي للشرطة يا جماعة هذيك الشرطة تعي 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 يا جماعة ساعدونا حدا هون ساعدونا بس هذا يلي صار يا استاذ الشرطي انتم متأكدين من هذا الموضوع؟ طبعا متأكدين ما انا جبت لك اياها يا استاذ جبت لك البنت الصغيرة اللي عندك بس البنت مصدومة مش بتتكلم اوكي هلا لازم نحن نروح ونشوف لكن بيت الام يلا الحقوني طلع يا عم الشرطي طلع طلع بسرعة 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 يا هدولة يا عم تنقلها بالصح كانت عم تتحرك من ثانية من ما نفوت كان عم يجيها شلل او شي شغلة يا شرطي بليز شو اللي انت قتلتيها عليك من الباب بنت لقيتها عم تحرك ما بتعرف فايدة انا برأيي انه ما حدا يتحرك لا
لا لا ما تحركنا خلص والله هي وقفنا ما بنيه له كل شوي ما عارف نيدا كل شوي جاي ما تقدر شيء مره بس عارفه صراحه نيدا ليش رفعتي ايدك مش دونه انت شيش دخلك انت ليش رفعتي رجليك بدك تشكي الناس فينا نيدا خلاص هو سكت انا بنيه انا ما فيني اقعد بمكان فيه جسيلة اوه اجى الشرطي ايوه ايه اللي حصل مين شو صار طمنا هلا رح احكي لكم انا شو صار بالضبط ام البنت يلي هلا هون كانت هلا بالمشفى اخذناها على المشفى والبنت الصغيره تبعها انا للاسف حابب لكم شيء قول تفضل قول شو بدك تقول البنت ما لها اي قرايبين وما لها اي حدا وهي لازم تبقى معكم مسكينة تبقى معنا ديدا شو رأيك تبقى معنا مسؤولية كبيرة يعني مسؤولية مؤقتة على بين ما نشوف نعمل طب إيه؟ طب ديدا أنا برأيي إنه خلص أوكي نوافق لأنه حرام البنت عم يقول ما إلها قرايبين ما إلها شي فنحن مضطرين ناخذ البنت لإلنا يعني ديدي كيوت طب ماشي طيب يلا ماشي نحن حناخذها تعال ممكن ترجينا وين البنت بس سوسو ليكا هاي حياتي سوسو هاي ليش زعلانة حياتي يا عيني ليش هناخدك معنا البيت ايه رأيك رح ناخدك معنا على البيت ونصير رفقات ونكيف